مساء الخير. رن رن يا جرس، عن شو عم بحكي؟ خلينا نشوف سوا. بدي خبركم شغلي انه انا لما كنت بعمركم، لما كنت صغير، ما كان عندنا كثير مصاري، ما كان معنا كثير مصاري بالبيت، ما كان فينا نفوت على المدرسة اللي بنحب نفوت عليها، ما كان فينا نشتري الهدايا اللي بنحب نشتريهم، كان في حرب، كان في كثير مشاكل بلبنان. أكثر شيء ساعدني بحياتي لحتى صرت شاعر ولحتى صرت أشتغل بالتلفزيون وبالصحافة هو إني بعرف عربي كثير منيح. كنت كثير أقرأ عربي وكثير أكتب عربي وكثير أهتم باللغة العربية لما كنت بعمركم. أطلقت كاتبة الصغار رانيا صغير وجمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو وصندوق بريف هارت ألبوم رن رن يا جرس، عبارة عن قصص وشعر وأغنية للأطفال. رن رن يا جرس عبارة هي مغامرة بتضم ناس من أهل الضوء، الإعلامي والشاعر زهي وهبي، نيشان، بولا يعقوبيان، تانيا عوض غرة، سلام الزعتري، وسام دلاتي. اجتمعنا كلنا لأنه في قاسم مشترك بيناتنا، في كتير قواسم بس أهم واحد فيهم هو أنه نحن منحب القراءة ومنحب نقرأ للكبار وللصغار، ومنحب نشجع المجتمع اللبناني والعربي إنه يتحمس على موضوع القراءة باللغة العربية. فافتكرنا إنه نعمل سي دي، هالسي دي اللي اسمه رن رن يا جرس بيحتوي على 12 تراك عبارة عن قصص أنا ألفتها من أرشيفي من 99 لهلأ، مقروئين بأصوات هالنجوم اللي ذكرناهن، مع مصاحبة موسيقية كتير حلوة، مرافقة موسيقية ما بعرف سميها اللي بدك إيه، معمولة من مايك ماسي. وهالمشروع بيروح ريعه لدعم صندوق بريف هارت اللي بيعنى بتطبيب الأولاد اللي بيخلقوا معهم أفة بالقلب. فهيدي جمعية نحن منحبها ومنحترمها، جمعية شفافة، فما فينا إلا ما نتعاون معه ونتقاطع معه. أجمل شيء إنه الواحد لما يشتغل شيء للأطفال بيسترجع شوي من طفولته، الطفولة اللي مخباية داخل كل واحد منا واللي يعني مرات كتير ما بيظهرها قدام الآخرين، قدام الناس، ولكن ممكن يظهرها مع أولاده بالبيت أو هو عم بيلعبهم. القصة ملحس قرن البوزة، معي أنا رانيا صغير. على حافة جسر خشبي أفكر كيف أكل هذه البوزة؟ هل ألحسها أو أكتشها؟ كيف بإمكاني أن أكلها دون أن أشرشر على حالي؟ فجأة نط غول من تحت الجسر وقال: أنا لو كنت مكانك لحست البوزة من تحت إلى فوق، وهكذا لن تشرشري على حالك، دعيني أريكي. الفنانة نانسي عجرم عم تهتم بمرضى التوحد، منتابع سوا بهالبانوراما. وبكون جاي ودعك وبكون. أعلنت الفنانة نانسي عجرم دعمها وتضامنها مع الأطفال المصابين بمرض التوحد، حيث شاركت في حملة دعم أطفال التوحد التي أطلقها مركز الشمال للتوحد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد الواقع في 2 نيسان. يمكن أنا الغلطان، يمكن عمر هربان، يا كلمة اليمكن في لك ألف عنوان. تمنى الفنان عاصي الحلاني الشفاء العاجل للمخرج سعيد الماروق بعد أعلانه عن مرضه، ونشر الحلاني صورة تجمعهما معلقا: أدعو معايا بالشفاء العاجل إلى الأخ والصديق والمبدع سعيد الماروق. احترقت احلامي والشمس اللي شرقت غابت، يا عيوني نامي نامي عجل.
بعد مرور أكثر من أسبوع على ختام مهرجان الفيلم العربي أيام بيروت السينمائية الذي تنظمه الجمعية الثقافية بيروت دي سي، لابد من التوقف عند النشاط المستحدث لهذه الدورة، وهو تأسيس لسوق سينمائي عبر خلق ملتقى للإنتاج المشترك، وهو ملتقى بيروت السينمائي، حيث تم اختيار 14 مشروع من 115 مشروع تقدم من لبنان والعالم العربي. أتى أصحاب المشاريع إلى بيروت للقاء منتجين عرب وأوروبيين. أهمية هذا الحدث يكمن في إتاحة الفرص لمشاريع عربية أن ترى النور وتصبح أفلام، والمهم أيضاً هو أن تكون بيروت الملتقى للمبدعين العرب كما كانت دائماً عليه. وبحكم خبرة وعلاقات أعضاء جمعية بيروت دي سي، قام خيار المنتجين الأوروبيين من حيث خبرتهم ومعرفتهم واهتماماتهم بالمواضيع والإنتاجات العربية، والجوائز التي أعطيت للأفلام العربية هي من شرك إنتاج لبنانية لتشجيع المبدعين العرب أن ينتجوا ويعملوا في لبنان. جائزة مؤسسة سينما لبنان المقدمة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان إداء لمشروع فيلم لبناني 24 ساعة من حياة ريا مالك إخراج جيل طرزي $4,000. جائزة مؤسسة سينما لبنان المقدمة من المنظمة الدولية الفرنكوفونية لمشروع فيلم لبناني إبراهيم إخراج لينا العبد إنتاج رامي نحاوي €5,000. جائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي للمشاركة في سوق دبي الفيلم السوري العودة إخراج ميار الرومي. جائزة شركة ريز فيجوال أورد كونفورمينج كولورينج أند دي سي بي برودكشن للفيلم المصري ورد مسموم إخراج فوزي صالح. جائزة شركة دي بي ستوديو تصميم الصوت ميكساج وماسترينج للفيلم السوري ديك بيروت إخراج زياد كلثوم. جائزة سوق دبي السينمائي إنجاز للفيلم السوري إخراج عفراء بطوس. وهيدا كان كل شيء. باي.